لازم نفكر بالولاد اللي عندهم braces حاطين braces على سنانهم. هيدا الشيء بخلي الولاد انه ما ياكلوا بشكل مزبوط. لازم دائما نفكر نعطيهم قصص هينه للمدغ، بركي نفكر نعطيهم ابل صوص بدل تفاحه، او نعطيهم جيلي او كاسترد از ا ديزرت، او حتى كراكرز بدل البيجل والخبز اللي بتكون قاسيه، حتى يكونوا عم بنوعوا من اكلهم وما عم بينقصهم شيء حتى لو حاطين braces.